جذيل نعمه وهو الغفور الشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم البعث والنشور، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتفكروا في سرعة مرور الأيام والليالي. أمة الإسلام جرجر السخن الآلام هل كان يقيان دي من سهل كان يقيان دي مخن الآلاء. وتذكروا بذلك قرب انتقالكم من هذه الدنيا. وبليا إسلاما يا دردا هل كان يقيان أكن جرجر هل كان يقيان آخنا يا دردا فئة سخيسا قند دنيا را خرقار دار دار آخرا دا. تنايا دردا أمة الإسلام فتزودوا بصالح الأعمال وباوا سنكاوا غاري دلقات سنكاوا آخرا تيسنيف. حل بكم شهر رمضان المبارك باتير رمضان أدين قد دخلي دبرتن الرد قبت بخيرته وبركته خيري سيتي في بركة سيرات. وعشتم جميع أوقاتي جراتاً قزيهن دخيست قزيساً كيست جراتاً ثم انتهى وارتحل سريعاً شاهداً عند ربي. دوب باتي رمضانات نفئت ندمت خرقابات فرقابات ربي عالم برت رقابات. لمن عرف قدره نما قدري إسيدا بيخي واستفاد من خيره بالطاعة قالي ربي قلودان صدق الجودان صلاتان واهندان خندابت خيسي خيسة فيدت رقابات ربي عالم برت. وشاهدا رقابات على من تجاهل فضله نما إسير راولان وأساء فيه بالإضاعة خاقي سيتنا هديييس بديلان رباؤلان خيري دلق الجورة صلاة الرا قرآن الرا صدق الجورة خريبا وسن رقا اتباع تجرد. فليحاسب كل منا نفسه وبلي الإسلام شفت خيني لبوسا ها حسابهم مال انسو من رمضان خنا دبرسن مال كيست هجن حالالو باتي تنخيست مال فلدرخين يدبرفن. فمن قدم خيرا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول. نمن مو خيري لأن دلقته دبرفت ربي فقلتها قلتو الحمد لله هاجو فلدرساك إبلتي ربي عالمها خرد فلدرأك قالي ربي قل أردت دوامو ربي ساها خرد. استقبل حياته فلدرسا جروسا هنقاف تخيست. ومن كان مفرطا فيه لمن مو دباوه تلتو دلقورا توبة جورا فليتوب إلى الله قال ربيها توبته وليبدأ حياة جديدة جروها ريحا ايقلوا يا أمة الإسلام. قالي ربي قلو خيست بدل الحياة التي أضاعها في الغفلة والإساءة بدل جرات ججورا حدييسو خيست دقو خيست هنك تهسن بدي دلقو خيست لعل الله تغفر عنه ما مضى يو خطو بدتات دلقا حنك دبرت ربي نساب ردبرون ربي عالم راني خجيل مججو ويوفقه فيما بقي من عمري إساكو النمسيسون هنك عمري ساتافت خيست. قال الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة. صلاة شلن صلاة صبي في زوري في أسري سال كان الراتات إشاء مغرب صلاة إن الحسنات قاري يذهبن السيئة همتون ديم سبت ذلك الذكرى للذاكرين هم قرس نما قرفموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. حمتو وقاد ليدي قاري فانا فدي نهايتي جابر. وقال الله إلا من تاب نما توبته وآمن أمنه وعمل صالحا قاري دلق ملي فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. همتو إني دلق ربي قاري ججيراف. وكان الله غفورا رحيما. ربي أرارما أبا رحمتات نما حرسا توبته بدير أبو كيف. عباد الله إن الشهر رمضان كما وصفه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أكا وصفه نت رسول علما شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار بودن إبدرة خربنا مبلزم. وذلك لأن الناس مع هذا الشهر لهم حالات المنا ما هم دنو حالك أباباتي تناوجين مختلفة على والأباك أبيتشونا. فمنهم من وفاوا هذا الشهر أكم ربي رافلت خقوت جرباتي رمضان وهو مقيم على الطاعة على ربي قنورا صلاة صومنا صدقا قرآنا ذكرنا محافظ على صلاة الجمع والجماعات صلاة جمع رتيفته خكسي قوت تجرا مبتعد عن المعاصي دليل رافقاته. ثم اجتهد في هذا الشهر إيقنا خججة باتباتي تنخيست بفعل الطاعات قال ربي قنونان خججة بات فكان زيادة زياداتات خير الله. فهذا نمت الشيخون ججونا تناله رحمة الله رحمة ربي أركته لأنه محسن في عمله دلقا ساخيست قاريوان دلقته أركت رحمة ربي. وقال الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة ربي لما قاريد لقد اتني هنا. ومنهم من وفاوا هذا الشهر نمر نجر خباتي تنقود فسام نحاره وقام أنا أبتي سومنه ما تيسر من ليلي هل كان ساتر روان ربي لا في سيف خنابت. وهو قبل ذلك محافظ على أداء الفرائض أتشندرت واجب رتيفة. وكثير من الطاعة هدوك علي ربي نقنا لكن عنده ذنوب دليل قبل أمدي جغل دون الكبائر دليل قد وقدت دليل نجرق أجل أمدي جغل. فهذا تناله مغفرة الله رحمة ربي أركتاتي ربي لساب رحمة الله خلاص. قال الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم غرقدو دليل رأي وفقاتر دي كويس للرأي انكاك يا ربي لألما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ثلاث نشنا والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان خلهن دنوه كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يودلي قرقد رفقاتا ثلاث نشنا ثلاث نسلا تجدو جمعة جمعة صومني إلى رمضان لرمضان دلي واجدو تنائس النخاس آجا. ومنهم من وفاه شهر رمضان نمر نجر خقوط صومنا رمضان وعنده ذنوب كبائر دلي قدوغب لكنها دون الشرك أما شركي قد وندلق وقد استوجب بها دخول النار. ربي اندر كما يبدا سينو انت مرتزجر ثم تاب منها أما صومنا غيز التوبة تاتي وسام صومنا هذا الشهر دليتنا دران سلا ربي جهنم خيت مرتز وقام أبته ما تيسر منه وربي سلام في أبته. فهذا يناله العتاق من النار خنيز بنت جهنم الرابل ثم ربي على ما إسابك بعدما استوجب دخول النار
دوران كانت مرتويت جهنم سينون واجبت تتات عصم خيس التوبة ربين جهنم الرائسان بزخنا ومنهم من وفاه الشهر لما خنا الراخ سومنا قوتوجر وهو مقيم على المعاصي دليل رتتنا من فعل المحرمات والربين حرام قل وترك الواجبات درك مربين الرخائن نريس وإضاعة الصلاة صلاة لكس فلم يتغير حاله حال ساهن ججيرا ولم يتب إلى الله من سيئات خاكخيات ولم يتب إلى الله من سيئات بديسات الراهن بقان أو توبة منها توبة مؤقتة توبة قزيلا توبة توبة ما رمضان وفتشا خيسا توبة في رمضان ولما انتهى حقا رمضان ننم قيا إذا عاد إليها دل الدبع فهذا هو الخاسر هون قوات جرو دنيا آخر خسار الذي خسر حياته جرو سا هون قوات وضيع أوقاته قزيسا حتى تبعته ولم يستفد من هذا الشهر إلا الذنوب والآثام باتي تنرى دلي في هونغو مليه ندان وقد قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام رسول ربي جبريل رسول ربي تنج ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له نمن باتين رمضان تنفته رب أرار من توبته فأبعده الله ربي سحافة قيس رحمة الله قل آمين آمين تيجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين رب اتحاك ابل دعائي هونغا وانما نما ربي نسا هونغا والشقي من أبعده الله هونغا وانما رب نما ربي الرحمة الرائسة فقيس عباد الله إن عباد الله واجبا في كل وقت وليس لها نهاية أمة الإسلام خنيران ألا تكا قدا لمن سدلقا لا هنجر رمضان نبهون أن دلقا نابتو هنجر سومنا خمسة سنين أيام البيت صلاة الليل نتفو فمت أمة الإسلام واني دلقا نما نابتو إلا بالموت دعاني نابت يجون قال الله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين دوتي هنقس النفذت ربي خي قبر جاء رسول عالما ربي عالما رسول ربيتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة والموت قريب أمة الإسلام دوتن لهون والموت قريب إبد جهنم ند لهون تمسا خبئت النار جنة ربي تيس أكسم أمة الإسلام نما جنة برباد جيف جنة خبئت هذا خبئت ترسل لهون إبد جهنم فيتوس خبئ هذا ترسل لهون دوتي أمو سنر ند لهون خناف أمة الإسلام خيرها درغن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام ولا يزال يوالي على عباده مواسم الفضل والإنعام فبعد انتهاء شهر رمضان أعقبه بأشهر الحج إلى بيت الله الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذي الجلال والإكرام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أفضل الصلاة والسلام وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتابعوا فعل الخيرات بعد رمضان أمة الإسلام قارفان في دابات رمضان بودة فإن من علامة قبول الحسنة دلقى ربي قاري سرى تقبلون فعل الحسنة بعدها أجنب دقاري اتفوفوناني سو من رمضان نرى كيبل يوجد كيبل مساوان بيتون يو أمام بودا مسجد ربي السلام جمع سيد بروبات رمضان ربي سرى تقبل ربي فقل تقل يو أجنب دا سلام سنانا خا اتفوه متاته صلاة الليل كاتفوه متاته ربي سو من سرى تقبل بيخيا قبري ربي قبري تي ربي وما شهر رمضان وما شهر رمضان باتي رمضان إلا منشط على الخير وقاسا أتي باتي رمضان سمرك أنست إبادة رسمرك أنست مليهما تيمي ومبدأ للتوبة إيقلا توبة تيتي تاتيجة والعمل الصالح دلقا غاري دلقا جرد ونهاية العمل لمنسي دلقا لا تكون بالموت لا بخروج رمضان
باتي رمضان بهودان صلاة الليل هندابتو باتي رمضان بهودان قرآن ربي قرأون هندابتو باتي رمضان بهودان صدقة صدقة چون هندابتو جچورا باتي رمضان بهودان وان هند خيرين هند اتفو فمتيجة چون ربي نراتك أبلي جچور سومن رمضان بهون نهايان دلقات ومنسا تكون بالموت لا بخروج رمضان سومني بهوداني متيجو غافا دوت دلغان دابت ملي هندابت وان من علامات قبول التوبه ربي علامات توبه سر تقبلوا لا والاعمال في رمضان دلغا غاري دلغو سومنا رمضان خيز ربي التوبه سر تقبلوا لا ان يكون الانسان بعد رمضان احسن حالا هل ساججيرمو هل حمد ران قبر راججيرمو يوخنما رب ستات خنما عربان نمد دربتات خنما دويوتات خنما زلم قبينيا خيسيو خنتاتوتات حالسا امام بودا ججيرم بريدا في دوق في الطاعة قال ربي قلو خيست عما قبل رمضان صومنا رمضانات هندرت ومن علامة الرد والخذلان علامان دب سرد ديبونا هفنا أن يكون الإنسان بعد رمضان أسوأ حالا حال خيو حماتي رمضان ابود ايغا سومنت ابود حال خي اتهام ما چاتم يو قدي متاتي اتي هون گويته سومن خي سرا انت قبلمن دلغاراتي دليد تك سران فودم فما قبل فتنبهوا لانفسكم رحمكم الله ربي انا في اسني في رحمتنا مهاجر دمك اهريبت تجرتن را امه الاسلام وانظروا حالكم بعد رمضان حال خيا سالالو حال خي سنس نمولا لا جچو اگر رمضان ابودا حال خے یو گاری تے یو نم گاری عربان نمن توئی نے خطل تن نماز جو خسد قتو خنو مگاری دلگو یو خات تا تو تا تے رمضان ربی سر تقبل ربی غلط گل صلاۃ سننا دا اکما دوران سومن خے صلاۃ تو یو غسل تا تے ربی سومن سر تقبل شکین تک ہنجر تو یچور وعلموا ان باب التوبه مفتوح دائما في رمضان وفي كل زمان توبان باتي وندخي ستيب ليسو هلان بنان فمن فاتت التوبان في رمضان نمني سومن خي ستسي دبرت فلا يقنط من رحمة الله رحمة ربي راقراه مرت قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا ورب ديد بل ليسو خي سوى سناباتا ربي تدان قادبرتا بديدان رحمة خي راقراه مرتنا رحمة نخي بلان اسني فين ارى رماج ربي عالما وهو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له خر ربي ديبي احر كيف كنا ربي من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون وصن دين قد الدوتي تكايس عذابني سنتين دف نمني سنيتم سكزي سننجروجا واتبعوا ديما احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل قاري ربي قرآن سنبو سجل ديما وصن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون دين قدت جهنم أسوئ سننفود خنافو خر ربي دي بأجا أمة الإسلام فيا عباد الله حافظوا تيفنا على ما كسبتم في رمضان من الحسنات قاري سومن خيسة جراكة تيفنا ولا تفسدوهم بل ليسنا بالرجوع إلى المعاصي والسيئات دي لتبد الدبولان للان إسلاما شرياسي قوتت أكسمت ديرتي اسلاما شريعه ربي نبينا محمد جلده مودان هردفودان اكسما غوتو غوتو تنمو شريعه ربي جلده امتني نبينا محمد جلده موداف نوف گئے ديرا دلا خيني يچو افتار اجراچون نو برباچيسا اسلام ني اسلام ته اجراچون نما فكاچون نو راهم برباچيتو امه الاسلام نوف گئے شريعه انت ني امه الاسلام ربي بي امتا گئے سيسنا اگر وسيات خنافو يوني فهمت الدبت الندي قمت والنيس دليدا والنيس جراقت وان دبرفتا هندي سنجلابت يجورا دلنتن إذا كثرت يوهد ما تهلكت الإنسان علمنا ما هلاقت أمة الإسلام ورجحت لحسنات في الميزان سرعي سبلفت يجورا دلنت قاريته تسراميت أمة الإسلام ومن خفت موازينه سراء الافتجاجور نمن ميزان سائرة فأولئك الذين خسروا أنفسهم لبوساني والرحل آخر راي خنافوا عباد الله قبرو تربي سومن رمضان سومن جهن فانام فن إيد إسلاما لما إيد الفطر إيد الأضحى أنتبروا أنم بينه خنافوا بدي خيست
على أكما تهنو هاته إلمنا ما جالت كيف تجتني ربي على ما هندلن سيسنا نمني ربين على ما اتدلن الدنيا رت آخر النتكاتا ربي جالت كيسا نبينا محمد أكنور جالت بدعارا والشريعة فالي سرى فقال ربي خيسن صدار خنافو عباد الله وأكثروا من التوبة والاستغفار وصلوا وسلم على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه وقد أمركم بذلك في محكم كتابه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة التابعين وأن معهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وسائر أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا عامة يا رب لهنا لا تعذبنا في دار الدنيا ولا في دار الآخرة اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر دينك يا رب وكتابك وسنة نبيك واجعل كلمتك يا العليا إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم